ما رأي فضيلتكم في من يقرأ الجزء الواحد من القرآن خلال 5 دقائق أو 6 دقائق فقط؟ هذا حسب المران، بعض الناس يصير عنده مران على القراءة بحيث أنه يقرأ شيئا كثيرا في وقت يسير لأنه تعود على هذا، بحيث بشرط أنه لا يخل بالحروف، لا يسقط شيئا من الحروف، إذا كان ما يسقط شيء من الحروف فلا بأس بذلك. نعم.